ننتقل هذه المرة إلى فرانكفورت مع غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. غيث مرحبا، ويبدو أن هناك حرص كبير للإدلاء بأصواتهم من قبل الجالية المصرية حتى قبل التوجه إلى أعمالهم وأشغالهم. ماذا يحدث عندك الآن في هذه الساعات الأولى من هذا اليوم؟ تحية طيبة لك عزيزتي شيماء. بكل تأكيد، وهذا هو اليوم الأول من يوم الاختراع للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024. اليوم كما هو المعتاد في الاتحاد الأوروبي وأيضا في معظم الدول الغربية هو يوم عمل رسمي، ولكن رصدنا نحن القاهرة الإخبارية مجموعة من المواطنين المصريين المغتربين الذين أتلوا بأصواتهم هنا في خلفي هو صندوق الاقتراع، حيث دخلوا مجموعة كبيرة من المواطنين المصريين في أوائل الساعة الأولى من عمليات الاقتراع، وهو الساعة 9 صباحا والتاسعة والنصف صباحا، حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم بصورة سلسة جدا، وأيضا تقدم هنا القنصلية المصرية في فرانكفورت الكثير من الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى المساعدات من حيث آلية الانتخاب، تقديم ورقة الثبوتية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك هو التحقيق البايومتريك الذي دخل حديثا في هذه الانتخابات من إدخال جواز السفر أو البطاقة البطاقة القومية للمواطن المصري، وبعد ذلك يقوم بسحب ورقة الاقتراع ثم التوجه بها نحو الغرفة المغلقة لإدلاء بصوته بصورة شفافية. هنا لاحظنا القنصلية المصرية في مدينة فرانكفورت هي تقوم بتسهيلات كبيرة للمواطنين من خلال السماح لهم بحرية الانتخاب والتصويت، بالإضافة إلى ذلك تحدثنا مع مجموعة من المواطنين من أبناء الجالية المصرية، بالإضافة إلى رئيس الجالية المصرية هنا في منطقة فرانكفورت، وأكد من خلاله بأنهم عازمون على أن يثبتوا وطنيتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم وانتمائهم لهذا البلد العريق الذي يشهد الكثير من التغيرات الديمقراطية، حيث تحدث معنا بأن هذه الانتخابات هو الخامسة التعددية التي تسمح للمواطنين بصورة ديمقراطية الإدلاء بانتخاباتهم هنا. ونحن نسرد لكم أهم الأحداث، شاهدنا أيضا منذ لحظات دخول مجموعة من المواطنين المغتربين ليقوموا بعملية الانتخاب كما هو الآن، وهو المعتاد الدخول إلى غرفة الانتظار ثم التوجه إلى أحد الموظفين للتحقق من الهوية الخاصة بهم، ثم ذلك يتم سحب ورقة الاقتراع والتوجه إلى هذه الغرفة المغلقة التي هي خلفنا، يقوم بعملية التصويت وبعد ذلك يضع ورقته الانتخابية في هذا الصندوق. سنظل بالطبع في متابعة مستمرة معك غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من فرانكفورت، شكرا جزيلا لك.